تونس المناظرة كل يوم جمعة نشرح أهم المحاور ونقدم الإطار العام لموضوع كل حلقة. ابتسام شويخة مرحبا. مرحبا بك محمد، مرحبا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة ديوان اف ام وطبعا متابعي برنامج هنا تونس المناظرة. إذا محمد، قبل ما نقدم الأسئلة وأبرز الأسئلة المتعلقة اليوم بالوضع السياسي في البلاد بعد حل البرلمان والمآلات كما كنت أنت تحكي منذ قليل، نسمع الإكسترا هذا. نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، ومن يتصور أنه سيؤول الدستور ويعتبره كلباس أو كنعل أو كحذاء يفعل به ما يشاء فهو واهم. وبالأمس يتحدثون عن 3 أشهر للانتخابات وكأن الأمر يتعلق بالانتخابات وفق الفصل 89. لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري. لو كوني عنا 86.4% قالوا نظام رئاسي، 8% نظام مختلط، 3.1% نظام برلماني، و 2.5% لا إيجابي. 70.7% قالوا حبوا نظام اقتراع على الأفراد، 21.8 نظام اقتراع على القائمات، 7.6 اختاروا الإيجاب. ولكن بالرغم من كل التضييقات وصلنا إلى هذا العدد، العدد الذي يمكن اعتماده في عملية أو في المرحلة الثانية للحوار الوطني. مع أعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان، صفحة جديدة أخرى فتحت في مسار سياسي وصفه الكثيرون بالغامض ويراها آخرون أنه الأنجع والأكثر شفافية. مسار سياسي شد برشا اختلافات وخلافات وصراعات، بدايته كانت بإعلان قرارات 25 جويلية 2021، ويبدو أنه ملامحه بدأت تتضح شيئا فشيئا مع بداية تنفيذ الرئيس لخريطة الطريق اللي انطلقت باستشارة إشارة إلكترونية تمهد الطريق للاستفتاء وصولا للانتخابات في 17 ديسمبر 2022. هل ستحفظ هذه الانتخابات على موعدها المحدد في ظل انعدام الاستقرار السياسي واشتداد المعارضة السياسية لقرارات الرئيس؟ هل تعيش تونس مرحلة سياسية فارقة في تاريخها، أم أنه بوادر تعمق الأزمة السياسية بدأت تطرق الأبواب؟ هل طويت صفحة البرلمان التونسي بحله، أي مستقبل للأحزاب السياسية؟ وهل ستحل أزمة البلاد بحل مجلس النواب؟ هل حسمت مسألة النظام السياسي في تونس بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستشارة الوطنية؟ أم أن الخطوة الأخيرة اللي أقدم عليها رئيس الدولة لا تعد سوى قفزة للمجهول كما يرى البعض؟ هل ستعكس المشاركة في الاستفتاء المقبل شعبية الرئيس أمام الانتقادات اللي طالت ضعف المشاركة في الاستشارة الإلكترونية؟ هل سيعدل الرئيس بوصلة خياراته بالاتجاه نحو حوار وطني جامع يشارك فيه جميع القوى الوطنية والمنظمات أمام دعوة اتحاد الشغل لذلك أكثر من مرة، أو أنه سيتمسك بخيار حوار انتقائي لن يشارك فيه إلا من أراد الإتاحة بالدولة وفق تعبيره، وأي دور لاتحاد الشغل في هذا الاتجاه؟ أي واقع اليوم للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أمام تأزم الوضع السياسي في وقت تتواصل فيه تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص تمويلها؟ وهل يهدد التوتر السياسي القائم الدعم الدولي المالي لتونس؟ قرار حل البرلمان اللي تبعته برشا إجراءات أخرى من بينها استدعاء أكثر من 30 نائب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب كانوا شاركوا في الجلسة البرلمانية العامة عن بعد، وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة. والجديد اليوم رئيس مجلس النواب المحل راشد الغنوشي يعلن أنه فرقة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق مع هذا اليوم بعد عقد الجلسة الافتراضية في مرفض الغنوشي تسلم الدعوة وتمسك بالحصانة. هذا وفق ما أكدوا مهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المحل المكلف بالأعلام واتصال للديوان فام، وهذا اللي كان صرح به البارح راشد الغنوشي لقناة الجزيرة. موقفنا هو الرفض لهذا القرار باعتباره قرار غير دستوري غير قانوني، ليس فيه دستور تونس
ما يتيح لرئيس الدولة أن يحل البرلمان. بلغنا حتى الآن والعدد ما زال مرشح للصعود أن هناك أكثر من 30 نائب ممن شارك البارحة في الجلسة جلسة البرلمان قد دعوا إلى فرقة مقاومة الإرهاب، وهذا أمر خطير، يعني أن يصبح نواب الشعب متهمين بالإرهاب لمجرد أنهم عرضوا الحاكم. ولذلك دعوتنا للسيد الرئيس أن يصحح هذه الإجراءات، هذه القرارات، وأن يعتبر هؤلاء النواب يملكون حصانة ويمثلون شعبا، وأن المس بهم هو مس بالشعب الذي يمثله. من جهة أخرى، ماهر مذيوب بهبة تدوينة يقول فيها أنه تم رفع شكوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى الرئيس والهيئة القيادية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي من أجل إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفية، لافتا إلى أنه 120 نائب مهددين بالإعدام وفق نص التدوينة. إلى أين يتجه وضع البلاد مع تأجج الأزمة السياسية؟ أي واقع وأي مستقبل في بلاد لا تزال إلى اليوم ومنذ 10 سنوات تعيش مخاضا سياسيا عسيرا؟ أسئلة عديدة نطرحها اليوم في برنامج هنا تونس المناظرة على ضيوفنا عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وعماد الحمامي الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة. ما لا تبعونا وما تنسوش تتفاعلوا معنا في البث المباشر على صفحة الفيسبوك ديوان فام، ونتنجموا تخليوا أراءكم مقترحاتكم وخاصة تعليقاتكم على كلام ضيوفنا. لا تخو. شكرا لك ابتسام شويخة على هذا التقديم. طبعا الموعد يتجدد معك في آخر الحصة في فقرة الكلمة ليكم، ننقل تفاعلات الجمهور أراءهم أسألتهم أيضا لضيوفنا من خلال فقرة الكلمة ليكم في آخر الحصة. تجمو تخليوا كل الأسئلة كل التفاعلات وننقلوها في هذه الفقرة. إذا كان عندكم أسئلة تحبوا تطرحوها على ضيوفي عصام الشابي عماد الحمامي تجمو تخليوها على البث الرقمي لتقاو على باج فيسبوك ديوان فام وأيضا على شان يوتيوب ديوان FM. بعد شوية نستقبل ضيوفي في برنامج هنا تونس المناظرة عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وأيضا عماد الحمامي الوزير السابق القيادي السابق أو المجمد في حركة النهضة. وبعد شوية أيضا نفهم وضعية عماد الحمامي اللي تختلف وعلى نقيض 180 درجة من مواقف حزبه حركة النهضة. رجعين بعد الموسيقى.